اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مكملين مع كابتن محمود الخواجه. كابتن عايز اسالك على يعني تلات لعيبه في الزمالك، واحد الدنيا كانت كويسه قوي وبعد كده بقت وحشه قوي، وفي نفس الوقت اتنين بيتطوروا، يعني الاتنين اللي بيتطوروا زيزو وامام عاشور، وعلى النقيض اوباما جه في فتره من فترات كان نجم الفريق، ولكن مستواه او حتى نفسيته او يعني زي ما تقول قول الفتره الاخيره اللي كان على وشك حتى ان هو مش عارف اذا كان هيكمل ولا لا. نبدا باوباما، يعني اوباما ايه اللي وصل له اوباما علشان تبقى الدنيا بالنسبه له كده جوه نادي الزمالك؟ اوباما طبعا محدش ينكر ان هم لعيبه كويسين جدا. اللعيبة اللي عند يعني عندها كورة أو يعني فوتبول، الراجل لعيب كورة يعني كويس وكان ماشي كويس جدا. هو فجأة كده حصل دروب عنده، هو يعني أقدر أقول لك الدروب ده حصل له، مش عايز أقول بعد الجواز يعني برضو إني أصل يعني، إنما هو في حاجة تانية غير كده، إن هو جه فترة بعد ما رجع من الجواز ما بلقاش مكان ليه. كان في لعيبه عدت زمان يعني بقت احسن وهي وكده حجزت مكانها وبقت تلعب، فهو عشان كان يوصل للمكان يرجع لمكانه تاني كان محتاج منه مجهود جامد جدا، لازم يموت نفسه الوضع طبيعي في الانديه الكبيره كده. فطبعا الفتره اللي فاتت رغم ان احنا كنا انت عارف لا كان في قيد ولا 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 والكلام ده، كنا محتاجين كل اللعيبه اللي موجوده المقيده، فهو كان المفروض يبقى موجود يعني جوه الفرقه داخل الفرقه، انما فوجئنا ان هو طبعا بعد بطريقه غريبه قوي، حتى لما يعني عايزين يساعدوه وعايزين يلعب انه عارفين لعيب كويس عشان يقف على رجله ملطشه معاه زي ما احنا بنقول في الكوره، يعني ملطشه معاه مش ماشيه الكوره معاه مش عايز تمشي كمان. النهارده بينزل بيحاول عايز، انما برضه مش ده اوباما، مفيش المرونه مش موجوده عنده، واكيد الثقه كمان دلوقتي يا كابتن بقت هربانه بعد ما ابتدى يحس ان مش بيعتمد عليه زي الاول. وبعدين النهارده بالمنتخب بيحصل كذا وما بتاخدش، يعني انت فاهم كل دي بتاثر عليه نفسيا. فطبعا خد بالك الناس بتقعد برضو تهزر يا كابتن وبتتريق وتعمل كوميكس ومش عارف ايه وبتاع، خد بالك يعني اللعيب برضو ممكن بيكون ساعات في وقت من الاوقات بيتاثر وكده، مع ان المفروض ان هو يبقى المفروض ان هو في، انا النهارده لما الاقي حد بينتقدني وانتقاد مش ولا بد، المفروض ان ده يديني دافع ان انا اتواجد اكتر. فالولد انت خلي صغير هو على فكره يعني، فمش فيعني الحاجات اللي هي بتحصل حواليه دي بتاثر بيه بسرعه جدا، وخاصه انت عامل بقى الفيسبوك واللي بيتقال في الفيسبوك والكلام ده كله، في لعيبه بتتاثر بيه. بس قادر يرجع نفسه كابتن؟ هو هيرجع ان شاء الله لازم، اصل النهارده انت عندك دي موهبه ما تقدرش تنكرها وما تقدرش تستغنى عنها كمان، ويعني بقى اكيد في طبعا انا يعني مش مطبخ قوي، انما اكيد في حاجات تانية يعني ممكن تدخل النواحي الماديه شويه. خد بالك برضو يا كابتن هو 28 سنه اوباما، يعني المفروض ان هو يبقى يعني 26 هو جايبه اوباما 94 لا 94 6 لا 28 لا 96 تقريبا تقلي ولا 94 يعني 28 سنه اعتقد يعني بغض النظر. فهو انا شايف ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع تاني، بس يدوس على نفسه ويهين نفسه شويه الكوره كده، انا لازم اهين نفسي شويه. على الناحيه الثانيه يا كابتن يعني امام عاشور اشتغل بطريقه كويسه قوي على نفسه، ابتدى يعني ابتدى يعلى، ابتدى يبقى موجود في منتخب مصر، ابتدى بقى نجم نادي الزمالك بقى زيه زي زيزو، زي ما زيزو بيكسب الزمالك وشيكابالا بيكسب الزمالك، ابتدى كمان امام عاشور يكسب الزمالك، لعيب نضج بطريقه كبيره كده. لا بحقيقي من اللعيبه اللي ظهروا الفتره الاخيره في مستوى عالي جدا، وده زي ما احنا بنقول هو اشتغل على نفسه فعلا، اذا كان هو او زيزو. زيزو اداؤه في ارتفاع مستمر، مستواه كان في ارتفاع مستمر طول الموسم، ده كان بيديله ثقه بتخليه اداؤه يبقى احسن كمان، فكان بيفيد النادي جامد جدا في الفتره دي، يمكن سببه هو من اسباب اللي بعد الله سبحانه وتعالى مع زمايله انه خدوا البطوله يعني بطولتين الكاس والدوري.